أدخلوهم إلى تلك الخريبة في الشام، أجلسوا من في الخريبة؟ أجلسوا زينب، زينب المتعودة على العز والخدر والدلال، من أروع شخصية عرفها الإسلام من أمير المؤمنين. وإذا بها أجلسوها على التراب مع النساء والأطفال، أجلسوهم خيم الليل عليهم. زينب صحيح كانت كافلة للأيتام والأطفال، لكن كان عندها يتيمة من الأيتام تهتم لها زينب كثيراً، تحاول أن تداريها كثيراً، تراعي مشاعرها. اسمها رقية. في تلك الليلة نامت عين رقية. رقية كل الأيام لوعت زينب بكلماتها: عم زينب، متى سيأتي والدي الحسين؟ عم، مددت له سجادة الصلاة، لماذا لم يأتي؟ لقد حان وقت الصلاة. عم زينب، والدي عودني قبل أن أنام أن يجلسني في حجره. في تلك الليلة نامت رقية، خف العبء قليلا عن زينب، وكأني بزينب أسندت رأسها إلى الجدار، أغمضت عينيها والدموع تسيل على خديها، وهي لا تهمس إلا باسم واحد: حسين، حسين، حسين. وإذا بزينب تنتبه فجأة على صوت رقية، جلست من نومها وجاءت راكضة إلى حجر عمتها زينب، ألقت بنفسها في حجرها: عم زينب، أين والدي الحسين؟ عم، لا تقولي والدي بخير، الآن رأيته في المنام وكان وجهه متغير، ماذا جرى على والدي الحسين؟ عم زينب، آه لقلبك يا زينب، آه لصبرك يا زينب. يزيد عليه اللعنة سمع الضجة والصياح والبكاء من الخريبة، سأل ما الخبر؟ قالوا ابن الحسين تريد أباها. استغلها فرصة يستطيع أن يلوع قلب زينب أكبر، قال: خذوا لها رأس أبيها. جاء خدمه ومعهم طشت، وضعوه في الغرفة في وسط الغرفة. زينب عندما رأت الطشت كاد أن يغمى عليها، وإذا برقية تنظر إلى عمتها: عم زينب، ماذا أفعل؟ أشارت لها إلى الطشت: رقية، إن كنت تريدين الحسين فلقد حانت الساعة. أنا كلما قرأت عن رقية أتعجب، لماذا لم تمت في كربلاء؟ رقية، رقية في الشام عمرها 3 سنوات. رقية لو وعدها السياط، العطش، الجوع، الضرب، ومع هذا ما ماتت. يريدها الله أن تموت هنا. وضع الطشت أمامها، تقدمت منه ابنة 3 سنين، بنت الحسين، بنت أمير المؤمنين، بنت رسول الله، هذه الطفلة الصغيرة البريئة. جلست عند الطشت وهي تنظر إلى عمتها تارة وإلى الطشت تارة أخرى، وكأنها تقول: عما، هذا ليس والدي، ماذا أفعل؟ لماذا جاءوا بالطشت؟ مدت يديها الصغيرتين إلى المنديل على الطشت وراحت تكشفه بحذار، وإذا بها ترى تلك المصيبة: الله يخلي لكم أولادكم ولا يحرمكم منهم، لكن صعب على الطفل أن يرى رأس أبيه مذبوحا. يا إماما وحسينا، حنتي على الطفل زينب، وجذبت حسرة طويلة، صرختي الطفل فجعتها وما بقت بيدها حيلة، قالت لها: راح أجيب الوالديج وانت اشتكي له، وجابت الراس المخلط وخلت قبال العليلة. عندما نظرت رقية إلى الرأس الشريف أمامها، ماذا رأت؟ رأت عيون غطتها الدماء،
رأت جبينا مرضوخا بالحجار، رأت شفاها ثابلة من العطاش، ورأت نحرا محزوزا شهقت الطفلة اليتيمة، والنظر فجر دمعته وحضنة الراس، وتعالت صرخة المفجوعة بنته تقل أبويا أبويا من غول حز وريدة، ويا حجار صوب جبهته وانغش عليها، وتهاوت فوق أبوها الضام ميتة. الإمام زين العابدين عم زينب ارفع الطفل عن رأس والدي الحسين، دعها دعها مولاي، دعها سيدي يا ابن أخي. عم زينب عظم الله لك الأجر، لقد ماتت رقية. أيوة زينب وسيدتها.